الأحداث اللي جادت مؤخرا في محكمة بدائية بنهروس تعاود تطرح مشكل النقابات الأمنية والشرطة القضائية والسلطة التي يمتلكها جهاز البوليس في تونس. كيفاش هذا؟ شفنا اللي في محكمة بنهروس تم الاعتداء على محامي كان يقوم بدوره بمهنته في الدفاع على منوبه اللي تعرض إلى جريمة التعذيب، فما شبه التعذيب، وتقدم محامي هذا بشكاية إلى وكالة الجمهورية التي أذنت بالاحتفاظ بأعوان الأمن، لكن عدد من أعوان الأمن مدعومين بنقابات الأمنية قاموا بالتجمهر في محكمة بدائية بنهروس وعطلوا سير الجلسات والعمل بالمحكمة، وتم الضغط على قاضي تحقيق باش أنه ما صدرش بطاقة إيداع فيهم، وكانوا حاملين لي يعني أسلحتهم لتجهيزات إدارية وتوقوا المحكمة بالسيارات الإدارية. اللباس في حد ذاته هو نوع فيه ترهيب، أنه الأمن لما يجي بزي عادي مدني يمكن تتعدى، بزي رسمي متاع إنسان يخدم فيه سلك نظامي راهو خطير، مع حمل سلاح يقولوا هما في الإعلام، وشفناهم ممثل عن النقابة يقول لا احنا هذاك خدمتنا وسيلة عملنا، وسيلة العمل تكون وقت العمل. انت ماذا تفعل امام محكمة بدائية بنهروس وحولها وداخل بهوها؟ كان يقوم بعمل، شنو العمل اللي كان يقوم به؟ حماية زملائه، زملائه في الحفظ، زملائه في حفظ في حرم العدالة عند قاضي مستأمنين حقوقهم، القانون هو اللي يحميها لهم، مش بالقوة السلاح ولا بالقوة العددية ولا بقوة السيارات. اللي صار معناها في محكمة بنهروس يجسد ويعاود يبين للرأي العام مرة أخرى أنه النقابات الأمنية ومجموعة من الأمنيين ترفض أنها تتعامل مع القضاء وتعتبر نفسها فوق القانون. احنا كجمعية تونسية محامي الشبان أصدرنا بلاغ بتكوين لجنة من أجل القيام بقضية لحل هذه النقابة الأمنية اللي أصدرت البيان هذا واللي دعات فيه إلى مقاطعة الجلسات وتأمين المساجين. أو علاش احنا كجمعية تونسية محامي الشبان وأنا نترأسها ندعيو ديما باش يكون فما شرطة عدلية مختصة هي اللي تأمن الجلسات وتأمن تقوم تطلع المسجونين ونبعدوا كذا، نبعدوا على الـ على الـ على الأمن اللي تبع وزارة الداخلية باش ما يقعش الإشكال هذا. بالنسبة للشرطة القضائية قلنا هذا هو القرار العاجل، أنه تتأمن المحاكم من طرف الأمنيين اللي متواجدين بالمحاكم مع إمكانية تعزيزهم حسب المتطلبات، يعني يكونوا هما الساهرين اليوم على تنفيذ القرارات متاعنا وعلى بطاقات اللي باش صدرها السادة القضاة ولا حماية المحاكم. القرارات اللي تنجم تنتظر ولكنها زادة أيضا نعتبرها عاجلة أيضا هو إحداث شرطة قضائية دائمة وتكون تحت إشراف السيد رئيس المحكمة المحاكم والسادة وكلاء الجمهورية. المتابعين للشأن القضائي أنه إحداث جهاز شرطة قضائية يكون تحت شراف النيابة العمومية ووزارة العدل، وبالتالي يضمن له استقلالية عن وزارة الداخلية ويكون في أريحية لتنفيذ المقررات القضائية وتنفيذ البطاقات القضائية، ويكون يعني السلطة المباشرة له السادة قضاة التحقيق والسادة النيابة العمومية، وبالتالي يكون عملهم أكثر نجاعة وأكثر فاعلية وباستقلالية على وزارة الداخلية. المطالب اللي ترفعها الهياكل القضائية منها جمعية القضاة ونقابة القضاة بإحداث أمن خاص للمحاكم نحن نؤيده، يكون أمن تحت سلطة رئيس المحكمة وتحت سلطة وكيل الجمهورية، يحرص الأمن داخل المحكمة بطبيعة الحال، خارج المحكمة هذيك المسؤولية متاع الأمن العام، ولكن داخل المحكمة يلزم الأمن يكون تحت سلطة النيابة العمومية وسلطة رئاسة المحكمة، وهذا فيه صيانة للقضاء.